السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، ازيكم يا امامير، ازيكم يا كتعمين، عاملين ايه يا قلبي؟ هعمل لكم اكلة خفيفة قوي 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 النهاردة، طبق شيك قوي قوي، ويبقى في العزومات حلو، وبنص كيلو بانيه او ربع كيلو بانيه تقدري تعملي احلى فتة فراخ، فتة فراخ، فتة فراخ، لو عندك بقيت فرخة كمان شوفي بالمرة. يلا بلاش بانيه، بقيت فرخه عندك، لو ورك فرخه نقدر نعمل احلى طبق. احنا بص مفيش حاجه بتقف قدامنا يا بناتي حلوين. بص يا حبايب قلبي، هنعمل فتت فراخ. فتت فراخ بتعملي ازاي؟ هحتاج عيش ابيض شامي محمر، انا محمراه، سوري، محمر في الفرن، فرن ايه، انا مهنجه، محمر في الزيت. ماشي، ما ينفعش ده في الفرن، الشامي ده لازم في الزيت. وبعمل رز ابيض ابيض زي رز الفته بتاعتنا المصري، بعمله فين؟ على البوتاجاز. ده خلاص، ده سهل، انتوا عارفينه، ميه حط عليها سمنه وملح وشويه ملح، يغلي نحط عليه كوبايتين الرز اللي انا عايزاهم. طبعا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ادي يبقى احنا خلصنا من العيش، خلصنا من الرز، احنا بنعمل ايه؟ فتت الفراخ. هنحتاج ايه؟ دي صوابع بانيه، صوابع طويله مكعبات شرايح كده زي البانيه، بقيت فرخه عندك، بس انا هعملها بحب اعملها نيه. ماشي، هحتاج 7 توابل الفراخ اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الجنزبيل البودر والقرفه والحبهان البودر ورق اللوري البودر وبصل بودر وتوم بودر. ماشي، انتوا عارفين ان انا بعمل دي كده ومنزله فيديو ليها. هحتاج فلفل اسود، بصوا بكتب ازاي، انا هحتاج فلفل اسود، دول هيتحطوا هنا. الحلو ده بقى عليه ملح طبعا. ماشي، الحلو ده بقى هنحتاج عليه ايه؟ صوص، الصوص اللي هيطري لي العيش ويديني طعم للفراخ وطعم الحاجات دي. الصوص ده عباره عن ايه؟ انا حاسه ان انتوا صحتوا مني صح؟ مش عارفه، هنعيد في الاعاده افاده. هنحتاج صوص دلوقتي، بس خلص الصوص ونعيد تاني. طحينه، 4 معالق طحينه خام، انتوا عارفين انا بستخدم طحينه خام، 3 كوبايات زبادي. ماشي، فصين توم، تعالى يا توم، توم مستخبي، فصين توم، بصوا استنى هنجيب التوم، بس التوم مستخبي، فصين 3 توم حلوين مقلبظين. ماشي، وخل وملح، بس بس خلاص. دي جزء والفراخ جزء والرز جزء والعيش جزء، يبقى احنا عندنا كام؟ 4 اجزاء في فتة الفراخ. خلصنا الرز على النار بيستوي، حمرنا العيش، هنشوح ده على النار. ماشي خلاص يا قلبي، وهنعمل دي اسمها، ليها اسم في السوريين بيقولوها، بس انا بصراحه خايفه اقولها تطلع غلط، انا مش عارفه هي ايه، بس هي الصوص اللي انا بحطه على الفته. ماشي يا قلبي، نروح دلوقتي على البوتاجاز نجيب طاسه عشان نعمل الفراخ. هنا يا قلبي ادي الزيت، حطيت 2 معلقة زيت يسخن، وادي الرز يا عيني، بص الرز ابيض حلو ازاي، جميل، بموت في الرز الابيض، رائع زي رز الفته بتاعنا المصري العادي جدا، مفيش اي فكاسه. وادي هذا، نبعد الموبايل عشان طبعا انتوا عارفين ان موبايلي خلاص اتثبت على نار عاليه. قلبي قلبي قلبي، تاكل كام فرد؟ دي تاكل من 3 افراد حلوه قوي قوي، ل4 افراد نص نص، يعني كل واحد ياخد حتتين ثلاثه كده بس. ادوني ازاي؟ نفضل نقلب لحد لون الفراخ ده كله ما يروح، فجاه ننزل بالتوابل ويشرب ميتها، يكون خلاص الفراخ استوت. ماشي، طب انا لو عندي حنان فراخ مستويه حبيبتي هتفصصيها الفراخ المستويه، بس مش نفصصها نسار رفيعه، لا حتت كبيره كده، وندي لها تشويحه بمعلقه زيت كده وشويه توابل على البوتاجاز بس خلاص، ونعمل الرز ونعمل خلطه الزبادي والطحينه ونحمر عيش. شكرا، بس ادينا خلاص، الجيش قال لك اتصرف، لازم نتصرف يا جماعه. في ايه؟ ما هذا الاسود؟ خلاص افضل ورا الحلو ده، كل حد كله لونه ما يتغير، بعد كده مش هنزل بالتوابل دلوقتي. ماشي، ننزل بالتوابل لما ايه؟ ننزل بالتوابل لما يتحمر شويه. بصي يا قلبي لونها اتغير، بس لسه فيها ميه، بصي شايفه الميه دي، انا مش عايزه الميه دي. ماشي، بصي لسه في حتت اهي، بصي لسه في حتت اهي ما اتغيرتش برده، بصي من جوه باينه ازاي، ما استويتش. طبعا احنا هنحط التوابل وهرجع احط لها شويه ميه صغيرين تاني عشان تستوي، معلش انا بقلب بايد واحده. خلاص كده ننزل بالتوابل، ما نكترش توابل، لان احنا عندنا الصوص بتاعت الطحينه والزبادي فيها هيبقى توابل، يبقى فيه ملح، وننزل بالفلفل، البيبر الاسود، ونجيب في خلطه التوابل بقى، لو انت ما عندكيش خلطه التوابل دي
حطي حبه جنزبيل صغيرين، حبه قرفه صغننين خالص، توم باودر، بصل باودر، تمام، بنطعمها كده. بصي نزلت ميه تاني ازاي عشان الملح خلاها تنزل ميه. بصي يا قلبي هروح حاطه بق ميه صغنوني، معلقه ميه بس، معلقتين ميه، خلينا نبقى احنا الكرمه، معلقتين ميه نغطي عليها عشان تستوي من جوه، لاني انا قطعه قطعا غليظه، صباع كبير ماشي، عامله صوابع كبيره خلاص اهو كده. بصي اهو اغطيه عشان يستوي وهدي عليه النار، احنا لسه الرز بتاعنا بيستوي. ابتدي بقى نروح بقى نعمل انا وانتوا ايه الخلطه، الصوص اللي بتحط فوق. ادي يا قلبي، ادي يا قلبي، ادي يا قلبي، ادي هذه هي الطحينه، هنعمل زي سلطه الطحينه عاديه جدا جدا جدا. هنزل بشويه ميه عشان نحل الطحينه بيها، نفك الطحينه، مش نحلها، نفكها، مش هنحلها يعني، نخليها هي في ناحيه وسمسم في ناحيه ماشي. وننزل بالملح والسمسم، عادي تفضلي ورا الحلوه دي كده كده كده، عادي 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 عادي، حتى لو سابت منك بصي مفيش اي مشاكل، هترجع تلم تاني وتبقى بيضه في منتهى الجمال. هجيب ملح، حط ملح، هنحط الثوم، حط خل، معلقه معلقتين خل كبار، سوري انا باين عليا عكيتي الدنيا بس كده. طبعا احنا بنحل دي كده لوحدها تبقى سلطه الطحينه، مش انا هنقلها في طبق نضيف طبعا، عشان هي عكت الدنيا وقعت بره، ما تسمعش الكلام ماشي. بصوا كده سيبها شويه بس تتخن شويه، تبقى غليظه شويه لانها بص خفت مني، حط لها شويه ميه كتير، او اجيب طحينه احط لها طحينه تاني ماشي، هروح اجيب طحينه واحط لها طحينه تاني. يا قلبي بصوا انا النهارده بقى بصراحه متنمرده على الستاند بتاع الموبايل، مش عايز استخدمه يا انا يا هو. ننزل بالزبادي، ننزل كوبايه الزبادي اتنين. على فكره الصوص ده بيبقى رائع رائع، يعني ممكن وانت بتعملي سلطه الطحينه جنب السمك تروحي حاطه عليه كوبايه زبادي، بيبقى خطير، مش شرط يكون فته ماشي. ادي هذا هو الزبادي، طبعا هبقى انضف الكوبايات لوحدي يعني عشان انضف قدامكم، عشان محدش يقول عليا جلده. بصوا شايفين المنظر، عايزين هذا المنظر. بصوا هتفتحها بقى وتبيض بقى وتبقى ايه، بصي ندوق بقى ايه الملح بتاعها، بصي شفتي، ندوق الملح بتاعها وندوق بقى ايه كده، انا بحط صبعنا نقطة خل، حبة ملح بس خلاص. اوعي وانت واقفة كده تقعدي تاكلي العيش المحمص مع الطحينة، مسافة الفتة ما تخلص مش هنلاقي العيش محمص ولا هنلاقي طحينة، عشان انا عارفه نفسي انا بعمل كده. نبتدي ازاي؟ بص ادي هي دي هي الطحينه خلصت خلاص، نروح بقى للبوتاجاز نشوف، وادي هو العيش اهو، احنا خلصنا الطحينه خلصنا العيش، والفراخ على النار بتستوي والرز بيستوي، هنطبق مع بعضينا يا قلبي. بص يا قلبي ادي الطبق فاضي، ناخد من العيش نحط هنا كده في العيش، هي المفروض ان انت تكوني عامله شوربه فراخ وتبتدي تسقي العيش ده شوربه فراخ، لكن انا بصراحه ما بحبش كده ماشي. هعمل ايه تاني؟ هجيب الفراخ واوري لكم. خلاص يا قلبي حطينا العيش، بصوا بقى في شويه صوص هنا اهو، بصوا شايفينه، خدي شويه صوص، عشان كده قلت لك خدي شويه ميه ليه، بصي كده بس، بصي مش كتير، حاجه كده بس بسيطه بسيطه بسيطه. خلاص هنعمل ايه؟ هناخد بقى 100 طحينه كده، طحينه بقى مع الزبادي مع الصوص ده، ما اقولكيش ما اقولكيش. خلاص هجيب الرز بقى، خلاص حطينا ايه عيش وحبه صوص من الفراخ وحبه طحينه، طحينه وحبه رز تحفه مستوي ابيض، عايز اي حاجه بصلصه كده ماشي. جيب بقى الفراخ، ننزل بالفرخة كده حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها بقى ماشي كده،
كده. في بقى يعني انا عارفه ان في ممكن يتريقوا على الاكله دي، يقول ايه اللي حنان عندها. تاخدي شويه من الصوص اهو، بصي رشيه على الرز، وناخد شويه من الحلو ده كده 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 كده، ماشي كده. وها هي فتت الفراخ. عايزه زودي فراخ زودي، مش عايزه براحتك خالص خالص خالص. نجيب بقى حبه بابريكا صغننين صغننين خالص كده خالص، لون عندك بقدونس، سنيبر سنيبر سنيبر، لا بالسنيبر عشان ما حدش يقول حنان قالت على السنيبر. خلاص يا قلبي، وننضف الطبق ونقدمه لاولادنا، وهوريهولك بقى في التقديم. يا عيني ادي يا حبايبي فتت الزبادي، شايفين منظرها؟ انا مش عارفه انتوا هتعجبكم ولا الاكل، هي اكله شاميه ماشي، واحنا ناحيه الزبادي لما بنحطه في الاكل بيبقى ايه، ايدينا تقيله شويه مش زي اي حاجه بصلصه، بس والله والله طعمه رائع وخفيف وحلو جدا جدا. احنا داخل علينا صيف وداخل علينا صيام، هتقولي لي فيها توم، التوم لا يذكر، مع يعني فصين توم ولا حاجه ماشي. جربيها حلو قوي باقل، شوفي جزء نص يعني نص كيلو فراخ هياكلنا احنا الاربعه ماشي، بحاجه بسيطه بقيت فرخه عندك، بقيت صدر عندك، تقدري تعملي الاكله دي وتجددي في الاكله بتاعتك. خلاص يا حياتي يا ريت تجربيها والله هتعجبك قوي قوي، بتاكل بارده وبتاكل سخنه تعجبك جدا، وان شاء الله هعمل لكم فتات كتيره عربيه سوريه بمعنى اصح شاميه ماشي، بس يا رب الشاميين ما يتريقوش عليا. بحبكم قوي وبحب لايكاتكم وبحب كومنتاتكم، وتسلموا لي يا رب، نكتر اللايكات اللايكات والكومنتات كتير، عايزين نوصل العالميه يا حبايب قلبي من جوه. وبحبكم قوي قوي، انا حنان رمضان.